ازيكم يا جماعة، اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة توب 10. والمرة دي فيديو زي الزفت وبتكلم عن حاجات زي الزفت برضو. فزي ما في طبعا انميات اسطورية وخطيرة وقصتها تشدك كده من فرط الجمدان والمتعة، وقد تمثل في بعض الاحيان تجربة مبهرة للمشاهد وتظل ذكرى لتونس للكثيرين، وقد تحمل رسالة راسخة او قصة قوية. فبرضو فيه العكس تماما، انميات مجرد مشاهدتها نوع من انواع جلد الذات، انميات تخليك تقول واو ما هذا الخراء الذي شاهدته. هو ده بقى موضوعنا النهارده. لكن قبل ما نبدا، ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدأ. أسوأ 10 أنميات في التاريخ. رقم 10، انمي تينكو دانزي سكيلتر بلس هيفن. يا نهار ابيض، ايه كل ده؟ هو الانمي باين من اسمه زي الزفت. فكره الانمي بتدور ان في بنات في ثانوي لا مؤاخذه لابسين حاجات ملونه. ما علينا بقى من الحاجات دي ونركز على المضمون المهم والاهم. المشكله اصلا ان مفيش مضمون عزيز المشاهد. انضموا للجيش ومهمتهم حمايه اليابان وكوكب الارض، ودي كده نهايه الانمي. بس كده. يابا، ما انت مفكر ايه؟ المضمون والمحتوى يبكون في الزاويه. والحمد لله التحفه الفنيه دي مكونه من حلقه واحده بس. فلو كنت مستغني عن 20 دقيقه من وقتك ونفسك تضيعهم قوي وبص شغلك مساحة كبيرة في حياتك، فالانمي ده مناسب لي كمان. وبالمناسبة تقييمه على ماي انمي ليست 1.9 من 10. الله عليك يا فخر الانمي، بداية مبشرة الصراحة. ويلا بينا على اللي بعده. رقم 9، في المركز التاسع معانا انمي بو 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 بو. والله اسمه كده. بطل القصه بتاعنا بقى هو بوبو بوبو ده. الله يخرب بيت المسخره يا جدعان. عنده قوه خارقه بتخليه يسمع الاصوات عن طريق شعره واستعماله في القتال. بيستعمل قوته لردع امبراطوريه مارجريتا اللي بيسرقوا شعر اي شخص يلاقوه عشان يزودوا قوتهم. شعر ايه بس وبتنجان يا عم اللي يسرقوه؟ والمفاجاه الاكبر مش كده، فقوه البطل الخارقه هي قبضه شعر الانف. يا سلام يا سلام، هي دي القوه الخارقه التمام. حتى شعر المناخير ما سابوهوش في حاله. هبهرونا وتحفونا ايها اليابانيون، فاضل ايه تاني لسه هتعملوه؟ والمفاجاه الاكبر ان تقييمه حوالي 7.5 على ماي انمي ليست. مش عارف والله خد التقييم ده بناء على ايه. هو كفايه مع الانمي ده لحد كده، ونخش على اللي بعده. رقم 8، في المركز الثامن معانا انمي مارس اوف ديستراكشن. انمي الخيال العلمي والرعب اللي هيموتك من الضحك. جوده انتاج زي الزفت، وريتها جت على الجوده بس. القصه بقى ان ما فيش قصه. كل ما في الانمي ان مجموعه من الوحوش على المريخ صحوا من النوم مش وراهم حاجه، قالوا يلا نحتل كوكب الارض. طب عملوا لك ايه يا عمنا؟ ما فيش. طب يرضيك طب يغنيك، قالوا لا هنحتل برضو كوكب الارض. بينزلوا للارض وتبدا اغبى معارك في التاريخ، معارك ما تدخلش دماغك بربع جنيه حتى. وفي الاخر البشر بيقدروا يخلصوا على الوحوش التعبانه دي. انا مش فاهم يا جدعان، فين القصه؟ فين المحتوى؟ ده كده الموضوع باختصار. اما بقى لو شفته فهتتشل حرفيا من التخلف اللي جواه. تقييمه على ماي انمي ليست 2.2 من 10. كتير عليك والله، المفروض تاخد تقييم بالسالب. رقم 7، في المركز السابع معانا انمي بوبا. يا بوبا، من اسوأ الاعمال في عالم الانمي. قصة الانمي بتدور حوالين طفلين اخوات، فتاة باسم يومي واخوها اسمه يوتسوسو. بيصيبهم فيروس باسم بوبا بيحول يومي الى مخلوق متعطش للدماء اكل للبشر. بالمقابل اخوها تصبح لديه قوة غريبة تجعل خلاياه متجددة ولا يقهر. فطبعا يوتسوسو يعمل ايه؟ يستغل قوته دي عشان يحمي اخته من العالم اللي حواليهم. مش ملاحظين حاجة كده؟ شايفك يا دي اللي بتقول ان دي نفس قصة قاتل الشياطين بالظبط. لكن هقول لك حاجة واحدة بس، خسيت ايها الاحمق. الكلام ده كان هيكون طبيعي وعادي لو كانت فعلا القصه نزلت كما كان مخطط ليها، لكن يا صديقي تسري الرياح بما لا تشتهي السفن. الاستوديو مسك القصه عكها ولخبطها، وبص عمل منها احلى كوكتيل. نزل في سنه 2014 وساعتها كانت صدمه لكل مشاهدي الانمي. محدش بقى عارف ايه ده ولا منين بيودي على فين. حلقات مكونه من 4 دقايق بس. يا عم ما علينا من الحلقات، خش في المضمون. كل حلقه البنت ماسكه اخوها وهاتك ياكل في مكان غريب بدون هدف او قصه بالمجمل. وايه بس كده؟ يعني حاجه بدون اي 30 فايده. سيبكم بقى منها ونخش على اللي بعده. رقم 6، انمي لافلي كومبلكس. الرومانسيات الجميله. فرجني يا عم وشجيني. ملخص القصه بتدور حوالين بنت طويله هبيله طول الانمي بتاكل زبيب، ومعاها عيل كحيان سهتان طوله 150 سنتيمتر. البنت الطويله الهبيله دي والواد الكحيان ده طول الانمي شغالين يهزروا، شويه يخضوا بعض، بينكشوا بعض من الاخر يعني. وكل ده كان بيحصل ضمن لحظات كوميديه لا باس بها، لكن الحوارات مكرره مكرره. مشاهد كل شويه تتكرر قدامك، خلاص يا جدعان خلاص كفايه. المدرسه حفظتها والله من تكرار الاحداث. الدور الاول فصل مش عارف ايه، والدور التاني فصل مش عارف ايه. يا جدعان والله انا قعدت 5 سنين في ابتدائي مش عارف معمل العلوم بتاعنا فين. انما المدرسه دي من كتر تكرار الاحداث عارف كل زنقور فيها. يخرب بيت ابوكم، كل حلقه نفس الاحداث بالظبط، نفس الطلاب نفس البلاط نفس كل حاجه بتتكرر. ما شفتش تكرار وتمطيط اكتر من كده، ارحمونا يا جدعان. سيبكم بقى منه ونخش على اللي بعده. رقم 5،
انمي سكول دايز. واحد صاحبي جالي وقال لي بتاع انمي، انت شفت الانمي ده؟ قلت له لا. قال لي ده جامد فاجر عظيم بينور في الضلمه. قال لي بص، مش بص العاديه بتاعتنا دي، لا بص من كتر جمدان وهتلخصه. واديني بلخصه. اول حاجه الانمي كان لا باس به، مدرسه عاديه جدا وكل حاجه ماشيه طبيعي، لكن بتيجي بنت والكتاب ويقع منها والبنت تشوف صاحبها والشاي احمر وعين الدمع وهكذا. الكلام اللي انتوا عارفينه ده. قلت يا عم ماشي، اكيد مجرد مقدمه للاحداث والاحداث بعد كده تتغير يعني. لكن تمر الحلقه الاولى فالثانيه فالثالثه مفيش حاجه جديده، كله نفس الاحداث يا جدع. الكتاب يقع وعينه الدمع وخلاص يا حبيبي، كفايه، فين الاحداث يا ابني؟ وبعدها الانمي بيخلص. شيت، ايه اللي خلاني اعمل الفيديو ده؟ كانت فكره زي الخرا يوم ما اخترتها. الصبر الصبر، هانت هانت. ندخل بسرعه على المركز الرابع عشان نخلص ام الفيديو ده. رقم 4، الانمي اللي هيصيبك بالغثيان وممكن تعتزل مشاهده الانمي بعد ما تشوفه، كوي كازي. تدور احداث القصه بين الشقيقين كوشيرو ونانوكا، واللذان تفرقا عند انفصال والديهما. بيعيش كوشيرو مع ابوه، بتعيش نانوكا مع امها. بتمر السنين والايام وكوشيرو بيكبر وبيبقى عيل كحيان هفتان، فاقد للشغف في كل مجالات الحياه. بيعمل كمنسق لحفلات زفاف. هو في احد الايام كان ماشي لوحده حزين بعد انفصال حبيبته عنه. تضيق به اليابان كلها، ويلتقي بفتاه ثانويه تؤدي الى زعزعه هدوء قلبه وايقاظ مشاعر جديده فيه. وهب دبل كيك، الاثنين بيقعوا في حب بعض، كل حاجه ماشيه طبيعي. ولكن لك ان تتخيل عزيز المشاهد، مين هي البنت دي؟ ايوه، هي اللي جت في بالكم كلكم، اخته يا جماعه. طبا لك ولامثالك. احي بجد، صداع من كتر القرف ده، انتوا عالم كفره صحيح. مش محتاج اكمل القصه اكتر من كده، سيبكوا بقى منهم وندخل على اللي بعده. رقم 3، انمي هانوكا. تدور احداث القصه في المستقبل البعيد، وتحديدا بعد ان هبطت الكائنات الفضائيه المعروفه باسم مواطنين النجوم والحقت دمار بالبشريه. فالبشريه قالت هو احنا الا ولا ايه؟ طور البشريه مشروع ماجين لانشاء اشكال هجينه بين البشر وبين مواطنين النجوم دول. ومع هذا المزيج من الجينات الخارقه نشات بطله القصه ماجين 7، واللي بتتكون من نص بشريه ونص روبوت. وتبدا سلسله الحروب بين بطل القصه ومواطنون النجوم. القصه ممكن تكون حلوه لحد كده، لكن للاسف هذا العمل صدر من استوديو احترافي ليكون عمل غير احترافي، فقد تم انتاجه باسوأ رسم وتحريك ممكن تشوفه الانمي. تخيل انمي كامل متكامل مصنوع في برنامج ادوبي فلاش بلاير. هو انتوا بتهزروا يا جدعان؟ هي كده الانميات الفضائيه دايما كحيانه. رقم 2، انمي فامباير هوملس. الانمي ده مختلف كليا عن اي انمي، يعني مثلا معظم الانميات بتبقى مشكلتها في الفيلر، التمطيط، الرسم وهكذا، لكن الانمي ده مشكلته ان مفيش اي احداث حرفيا. الانمي مكون من 12 حلقه وكل حلقه برضو 4 دقائق، دقيقه ونص اوبننج ودقيقه ونص كمان نهايه الانمي، يعني الانمي عباره عن نص دقيقه، يعني لو قمت تشرب ورجعت هتلاقي الحلقه خلصت. مسخره يا جدعان. ونوصل بقى للمركز الاول. رقم 1، انمي جي كي ميشي. الانمي الاكثر تفاهه وهبل في تاريخ الانمي كله. بتدور احداثه حول ثلاث بنات اسمهم رينا، ريوكا، روريوكو. جميعهن زميلات في الصف الثاني من المدرسه الثانويه. بيقعدوا يتمرقعوا طول فتره الدراسه، ولما يجي وقت الامتحانات بيروح يطبخوا اكله تسمى جي كي ميشي. انا اعرف ان لما حد يتزنق في فتره الامتحانات يروح يذاكر، في اللي بيصيح ويعيط ويكتئب، وفي اللي بيضربها طناش. اما تروح تطبخ فدي بقى حاجه خارج الصندوق. بس كده، هو ده الانمي طول الحلقات شغالين يطبخوا جي كي ميشي. كفايه اول حد كده عشان انا ضغط عالي. هو في النهاية، فلو عجبك الفيديو وحسيت بشكة في صدرك او كتفك نمل او ضغطك علي، ارزعنا واحد لايك وما تنساش تقول لنا في التعليقات يا اسوأ انمي شفته. هو اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية من سلسلة توب 10، وما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام.